اروح بقى لمارسيل كولر. وماذا قال مارسيل كولر بعد المباراه؟ قال ان فريقه لم يقدم المستوى المطلوب خلال لقاء الاتحاد السكندري رغم الفوز الكبير، الا ان قله التركيز تسببت في العديد من المشاكل. هايل 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 هايل، هذه هي الواقعيه اللي احنا دايما بنتكلم فيها. ما مش عشان كسبان 3-0 هطلع اقول كل حاجه حلوه والدنيا لطيفه ومفيش حاجه، لا. بصوا الراجل قال ايه بقى تاني؟ هناك رسالة أتمنى أن تصل للجميع. برضو الراجل من كتر اللي بيشوف، هو الحقيقة بلغني كمان بهذا الشكل، بهذا الأمر، مش النهاردة، من أسبوع قعدت معاه واتكلمنا الحقيقة. قال لي أنا بيتقال على لساني حاجات كتيرة جدا جدا جدا، وأنا عمري ما طلعت اتكلمت في الإعلام، ولما أجي أطلع قال لي أنا حتى معاك كلمت، أو لما كلمتني قلت لي عايزين نطلع قلت لك أصبر لما يبقى في حاجة نطلع فيه. فقال لي لم امبارح النهارده قال كده، لم اتحدث ابدا عن اي انتقالات سواء بالرحيل او بالضم، ولم اجري اي حديث صحفي. ده الكلام اللي انا قلته لحضراتكم كذا مره خلال الفتره اللي فاتت. اضاف كولر ايضا قال لو حدث ان هناك لاعب اريد ان يرحل ساتحدث معه اولا قبل الحديث في الاعلام، وحتى الان لم اقرر رحيل اي لاعب او بقاء اي لاعب. أكمل، فزنا 3-0. خدوا بال حضراتكم من الكلام اللي جاي. الكلام اللي جاي كلام رائع. كنا نقدم أداء سيء، مش سيء بس، سيء جدا. ولم يكن لدينا أي تركيز، وتحدثت في ذلك قبل اللقاء وبين الشوطين. وأشكر الشناوي لأنه تصدى لركلة جزاء، وفي بداية الشوط الثاني قلة التركيز تسببت في ركلة جزاء أخرى. الجميع في الفريق سيشاهد المباراة مرة أخرى غدا لنرى كل الأخطاء التي حدثت خلال اللقاء. أقوم بالتدوير بين اللاعبين لأننا تحت ضغط كبير خلال الفترة الأخيرة والقادمة. لذلك لابد من التبديل بين اللاعبين، وأتمنى أن تكون إصابة تاو ليست كبيرة. قال أنه لم يتعرف على الفريق بغض النظر عن بقية الكلام اللي قاله الحقيقة، ولكن أنا كل اللي بقوله لحضراتكم أن هذا الرجل المباراة اللي فاتت أنا قلت لكم إحنا عندنا مدرب كويس، النهاردة أنا بأكد أن إحنا عندنا مدرب كويس وواقعي وبيحب يصارح جمهور النادي الأهلي بكل شيء. فأتمنى أن احنا كلنا كجمهور نفضل في ظهر فريقنا، إن شاء الله أنا متأكد من هذا الأمر.